نستفتح حلقتنا مشاهدينا بتفاعلات الجمهور بعد إطلاق المهرية باقة برامجية جديدة. الكل يعرف أنه منذ أكثر من 3 سنوات كانت الانطلاقة الأولى لقناة المهرية بباقة برامجية تواقة لمعالجة المشكلات التي يعانيها المواطن اليمني. نزلت إلى الشارع، عاشت المعاناة التي يتكبدها الناس على الأرض، واليوم تواصل المهرية هذا الألق برفع سقف طموحاتها بباقة برامجية جديدة تلبي تطلعات الشارع اليمني، واضعة اليمن ككل نصب عينيها دون استثناء، رافعة شعار لن ترى الدنيا على أرض الوصية. وبهذا مشاهدينا وصلت المهرية إلى المواطن اليمني الذي شاركنا الانطلاق بالتفاعل والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. محمد منير يقول مشاهدينا: حققت قناة المهرية خلال فترة قصيرة نجاحا كبيرا وصعودا سريعا في مستوى المشاهدات والمتابعين، وحققت المراكز الأولى في إنتاجاتها المتنوعة خلال فترة قياسية، وذلك لأنها تمتلك كادرا مميزا ذا خبرة واسعة. أما عبد الفتاح جماجم مشاهدينا غرد قائلا: قناة المهرية الفضائية ناصرين للحق والمظلومين، تدافع عن شعب اليمن في الوقت الذي حكومة الشرعية تصمت عن جرائم ضد الشعب. وهذا حساب آخر مشاهدينا يسمي نفسه AW يصف الأستاذ الكبير والمعلم علي صلاح كبير مذيعي قناة المهرية قائلا: الأستاذ علي صلاح لمع نجمه من الثمانينات للقرن الماضي، حاز جميع المناصب في الإعلام، ها هو اليوم يبزغ من جديد، يعتبر أسطورة الإعلام، فأنا من عشاق هذا الرجل العملاق المتألق في اللغة العربية، يستاهل أن يكون وزيرا للإعلام إذا لم يكن رئيسا لها. عباس الضالعي مشاهدينا غرد قائلا: قناة المهرية بحلة جديدة وبرامج متنوعة، قفزة نوعية رغم عمره القصير مقارنة بقنوات كثيرة. أبو الفاروق كذلك مشاهدينا قال: قناة المهرية القناة الرائدة والمتميزة في المجال الإعلامي بكل جدارة واقتدار. منى الدويس مشاهدينا قالت: منذ الوهلة الأولى وقناة المهرية هي الأفضل والسباقة والمتجددة والمستقلة المهتمة، هي أول المتصدرين بين العديد من القنوات اليمنية. تحية لمن يعملون في قناة المهرية من مديرهم إلى أصغر موظف، ونتمنى أن تستمر سياستها ورؤيتها إلى الأفضل. الآن المهرية بحلتها الجديدة وخارطة برامجية جديدة بعد نجاح استمر ل3 سنوات، كل عام وقناة المهرية الأفضل والأحب إلى قلبي. شكرا لك منى على هذا الكلام الذي يزيدنا حافز لكي نستطيع من خلاله أن نبدع أكثر في عالم الإعلام. وهنا مشاهدينا لا يسعني باسمي وباسم زملائي في القناة أن نشكر جزيل الشكر لهذا الجمهور الوفي ولكل من تفاعل معنا في هذه الانطلاقة الجديدة للقناة. نرفع لكم القبعة.